حاجة محدش يتخيلها، وزي ما تيجي تيجي، وأنا قد التحدي وقول يا رب. ده اللي قاله الحاج صبحي كابر صاحب جزارة ومطعم صبحي كابر المشهور في الفيديو اللي نزله على صفحته وجاب 3 مليون مشاهدة في ساعات. يا ترى ايه الحكاية؟ الحكاية ان الحاج صبحي قرر يتحدى مافيا اللحوم زي ما قال في الفيديو اللي سماه مفاجأة، ونزله تاني يوم على صفحته زي ما وعد متابعين، وصور الفيديو وهو في مزرعته وقال للناس على المفاجأة. والمفاجأة انه هيبيع كيلو اللحمة البلدي في العيد من 300 جنيه ل 360 بدل 420. بيع وضحي بكام؟ ب 360 جنيه. واتحدى مافيا اللحوم وقال خلي الغلابة تاكل. وفي الفيديو عرض فيه مقاطع للأبقار وللأعلاف اللي عنده عشان يثبت للناس جودة اللحمة اللي هياخدوها. والفيديو جاب ملايين المشاهدات وآلاف التعليقات اللي كلها كانت دعوات للحاج صبحي بتاع الغلابة وبابا المجال. وانت بقى قول لنا كيلو اللحمة وصل عندك كام دلوقتي؟